من هنا بدأت البحث بانطلاقا، ان حاشا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدجال بهذه الخطورة ويحذر من فتنته، يقول ان ما من نبي الا انذر امته الاعور الدجال، وبعدين يقول ان فتنته اشد الفتن. في صحيح مسلم: ما بين ادم الى قيام الساعه امر اكبر من الدجال، ولا يذكر في القران ولو بالاشاره. الوحيد لقيت الامام البغوي قال: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده تعبير بالكل عن الجزء. الناس هنا كان يقصد تمام. الدجال. طبعا حسيت في اعنات للكلام واللغه القرانيه. شاء الله سبحانه وتعالى مع مخطوطات والدي اللي كان بيشير فيها لبعض الاشياء. والدي عالم، عالم، مش قارئ، لا، عالم القران، وتتلمذ عليه كثيرون، و يعني ما زالت ربنا يحرسها ديها طولة العمر حرم عم السفير حسن داود، قسمة أبو جبل من عائلة أبو جبل الشهيرة، تشهد أن والدي كان سابق الزمن حتى في التفسير. بس طبعا الزمن ده يعني الراديو، كان الراديو اللي هو بتاع تحس أنه أنت قدام تلفزيون ضخم يعني. بدأت أمسك الخيوط دي سيادتك وأعمل مقارنات، ودائما كانت دعوتي: عمري ما طلبت جاه، عمري ما طلبت منصب، عمري ما طلبت الا كان دايما بقول له: يا رب فهمني ما بين السطور. واحيانا كنت ابالغ في الدعوه، اقول: يا رب فهمني ما لم يفهمه احد. تمام. سواء في القران، في الانجيل، في التوراه، في صحيفه، خبر اقراه افهم ما بين السطور. ويبدو والله اعلم انها كانت ساعه اجابه، لان فعلا في اشياء كثيره حتى في عالم الصحافه لما اشتغلت فيه مبكرا كانت بتعدي الاخبار على ناس، لكن كنت بحللها بدقه كان بيستفيد منها قاده في مصر. لله الحمد بدات اصل واقف مع قضيه السامري في القران، لان انا من عشاق سيدنا موسى جدا، ورايته في رؤى يعني، وحتى الرؤى دي كان معه سيدنا هارون وسيده صفوره زوجته. بس سيادتك مش هحكي تفاصيلها، ولكن كنت دائما مشدود ان هذا النبي غريب، قصته مع بني اسرائيل يعني ارهق واتعبوه،